حوشة بقسم النقد، نسيت انك تمثيل. موت واعرف شو جابرك انك تحضري معنا دروس؟ ليش عم تحملي كل هالغلاظة؟ بحب وبحس انه بستفيد، وهيئتي والله رح اندهج زيادة. تقلي حالك جدبة؟ تقلي هلا صرتي عم تحكي مثل ستي وستك. ستي وستك ما حكوا شي عن عبس ومو عن خبرة، كل شي بصير مضمون بصير عادي. بقى لا تنجلقي عليه ولا تحاولي تطبقي الافلام الرومانسية. هدنك افلام افلمة يعني. ايه بس في راس مو من هذا النوع. انا بس بدي افهم انه انتم كلكم البنات تجوا على نفس الدرجة من الذكاء؟ كلكم البنات بتقولوا عن حالكم انا غير. كيف غير؟ انتم كوبيز عن بعض. في راس غير شو كليشيه. مين له خلق يالف كل هاد؟ هلا انتي ليش ما استغربتي انه ممكن يصير شيء بيني وبين فراس؟ يعني كنتي حاسه وشكم بوش بعض انتو اثنين، ما عم تشوفوا غير بعضكم. طب تصير ليش لحتى ما تصير؟ بعدين اثنيناتكم ما في نكهه يعني، عرفتي فلات. عم امزح. واحد ما عطانا موافقه. مديرية المسارح قال ما خصها بهيك شيء. بنعرض بالشارع. بدك موافقة الأمن، والأمن ما بيعطيك موافقة. الأمن؟ شو دخله؟ بحياة ربيت. أنت عم تتحجج فراس، لسه ما لقينا نص وعم تحط العصي بالدواليب، خلينا نبلش شغل وبعدين بنشوف. طيب أنا عم تحجج مني؟ أقول هيك من الأول. بعدين ليش كثير متناشف بوجهي؟ ما عم بفهم عليك، يوم بتكون هون ويوم بتصير هون، يا حاببني يا لا. ولا لأنه قلت لك إني حبيتك من الأول صرت مضمونة وما بقى عجبتك وقاعد عم تعمل علي حركات التقل والولدنة.